السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن غزوات الرسول ودعوته وكفاحه. بعد ما استقر الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وأسس دعائم دولته وانتهت المرحلة الأولى والتانية من الدعوة، استكمل باقي مراحل الدعوة الإسلامية، وكانت المرحلة الثالثة، ودي من أهم المراحل، مواجهة المعتدين على الدعوة الإسلامية. بدأت مرحلة مواجهة المعتدين بمقاومة كل من يسعى للقضاء على هذا الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام خاض هو وأصحابه ومجموعة من السرايا والغزوات ضد المشركين. السرايا اللي هي جمع سرية، وهي حملات وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين، ولكن لم يحضرها، يعني أرسلها. أما الغزوات هي معارك خاضها المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين. كان أهدافها إضعاف قوة قريش الاقتصادية ليكفوا كيدهم وعدائهم وتحريضهم لليهود على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة. تاني حاجة، الدفاع عن الدين الجديد ونشر مبادئه بين الناس جميعا. هنتكلم عن أهم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. غزوة بدر. غزوة بدر كانت سنة 2 هجريا، وكانت بين قريش والمسلمين. الأسباب أراد الرسول صلى الله عليه وسلم استرداد بعض أموال المسلمين اللي استولت عليها قريش بعد الهجرة، فاقترح على أصحابه انتظار قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام. ولما عرف أبو سفيان قائد القافلة إن المسلمين منتظرين القافلة اللي جاية من الشام، غير طريقه فنجب القافلة من أيدي المسلمين. وعلى الرغم من ذلك، أصر زعماء قريش على قتال المسلمين والقضاء عليهم. خرجت قريش بجيش بلغ عدده ما بين 900 أو 1000، يعني ما بين 900 و1000 مقاتل. حتى وصلوا فين؟ إلى بدر. استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشاروا عليه بالخروج لقتال قريش، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جيش بلغ عدده 313 مقاتل، يعني 313 مقاتل. حتى وصلوا عند عند بئر بدر. مين اللي أشار على الرسول إن هو يخرج يلاقيهم عند بدر؟ الحباب ابن المنذر هو اللي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يعسكر عند أقرب بئر من أبار بدر. ودارت المعركة بين الطرفين، وشجع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال وبشرهم بنصر الله لهم، وظلوا يدعو ربه، أمده الله بملائكة لتحارب معهم، وانتصر المسلمين وهزمت قريش بالرغم من قلة عدد المسلمين وعدتهم. وده كان بسبب قوة إيمانهم وأخذهم بأسباب النصر، وطبعا بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. الدرس المستفاد في غزوة بدر هو التأكيد على مبدأ الشورى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان دايما بيشور أصحابه ويشور المسلمين قبل ما يبدأ أي شيء. بعد كده غزوة أحد 3 هجرية، كانت برضو بين المسلمين وقريش. قريش لما انهزمت في بدر أرادت الانتقام من المسلمين، فجهزت قريش جيش كبير بلغ عدده 3000 مقاتل، وتحركوا نحو المدينة حتى نزلوا قريب من جبل أحد.
استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشاروا عليه بالخروج من المدينة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في جيش بلغ عدده 1000 من المسلمين، وفي الطريق رجع عبد الله بن أبي ابن سلول زعيم المنافقين بثلث الجيش. خطط الرسول صلى الله عليه وسلم للمعركة، فاختار 50 رامي للوقوف على الجبل يشرف على أرض المعركة، وأمرهم إنهم ما يتحركوش من أماكنهم في حالة النصر أو الهزيمة إلا بأمره. ولكن دارت المعركة وكان النصر في البداية حليف المسلمين، فالرماه خلفوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم لجمع الغنائم. اترتب على ذلك استغلال خالد بن الوليد الفرصة، فاستدار من الخلف الجبل وانقض بجيش المشركين على المسلمين، وتحول نصر المسلمين إلى هزيمة. ومن هنا الدروس المستفادة في الدرس ده: ضرورة الالتزام بأوامر القائد في الحرب. كده نبقى اتكلمنا على غزوة بدر وغزوة أحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.